بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سنقوم أبنائي بحل هذا التمرين الذي يتحدث عن مجموعة تعريف الدول. إذا هنا لحل هذا التمرين في مجموعة تعريف الدول، لاحظوا جيدا، نبدأ بالمثال الأول. إذا هنا أبنائي لاحظوا f لـ x تساوي القيمة المطلقة لـ، بما أنها دالة كثيرة حدود هنا لا تتأثر أصلا، يعني تصبح مجموعة تعريف هذه العبارة بكل بساطة هي ماذا؟ هي r، يعني من ناقص ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية، هكذا هذه مجموعة تعريف الدالة هذه. نأتي الآن إلى المثال الثاني. المثال الثاني أبنائي، بما أنها دالة كسرية، يعني المقام يختلف عن الصفر فقط، المقام يجب أن يكون يختلف عن الصفر، يعني ماذا نقول؟ نقول x زائد ناقص واحد لا يساوي الصفر، ننقل هذا إلى هذا الطرف، تصبح أي x لا يساوي ماذا؟ الواحد، يعني مجموعة التعريف دي اف تصبح أبنائي تساوي لنا r ما عدا الواحد، r ما عدا الواحد، يعني جميع الأعداد الحقيقية تحقق لها الصور إلا الواحد لا يوجد له صورة بالدالة f. نأتي الآن إلى المثال هذا اللي هو المثال الثالث، تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا أبنائي، هكذا بهذه البساطة. نعم، قلت نأتي إلى المثال الثالث. المثال الثالث ماذا يقول؟ يقول f لـ x تساوي لنا، لاحظوا جيدا أبنائي هنا كيف، يعني المقام دائما يختلف عن صفر، يعني تصبح هكذا x، لاحظوا x زائد واحد بالقيمة المطلقة ناقص واحد لا يساوي الصفر. كيف نفعل لحل هذا الشيء؟ بأمر بسيط، نرجع هذا إلى هذا الطرف، يصبح أي x زائد واحد هكذا بالقيمة المطلقة لا يساوي لنا ماذا؟ واحد. وهنا قلت بالدروس الأولى بحل هذه المعادلات باستعمال القيمة المطلقة. قلنا كيف نفعل أبنائي؟ أولا عندنا ها هو الصفر، هذا الذي بالداخل أين ينعدم؟ قلنا ينعدم عند الناقص واحد، لاحظوا لو نجعل ناقص واحد زائد وعطينا، إذا تنعدم عند الناقص واحد، ها هو الناقص واحد. إذا فرضنا هذه العبارة لو نأتي بها ونجعله على شكل مسافة، نقول أم لا تساوي واحد، يعني بهذا البسط. كيف؟ إذا هذا تصبح هنا الناقص واحد، ها هي نقطة أ، كم لا تساوي؟ لا تساوي الواحد، يعني نقوم بعد من هنا كم؟ واحد، هنا الواحد، يعني هذه تأتي بك الصفر، ثم نعد مرة أخرى المسافة من هنا كم؟ تأتينا الناقص اثنان. إذا ما هم الحلول؟ الحلول لهذه المعادلة، لهذه المعادلة هما ماذا؟ هما x يساوي لنا ناقص اثنان و x يساوي لنا الصفر، وأكيد أعوض هنا بالناقص اثنان تجدون صفر، وأعوض بالصفر تجدون صفر. إذا تصبح مجموعة التعريف هي r ما عدا ماذا؟ ما عدا الناقص اثنان والصفر، هذه هي مجموعة التعريف الدالة رقم ثلاثة. الآن بعد ما قمنا بحل المعادلة الثالثة بمجموعة التعريف الثالثة، نأتي إلى مجموعة التعريف للدالة رقم 4. ها هي الدالة رقم 4، كيف؟ نلاحظ أبنائي عندنا القيمة جذر القيمة المطلقة، يعني بما أنها الدالة عبارة عن جذر، قلنا الدالة الجذر ماذا تقول؟ تقول ما بداخل الجذر يكون أكبر أو يساوي صفر، يعني تصبح القيمة المطلقة لإكس مربع ناقص واحد هكذا أكبر أو تساوي الصفر. لكن أبنائي لو تلاحظون جيدا، أولا نأتي إلى هذه العبارة، هذه العبارة التي بالداخل أين تنعدم؟ لو نأتي نقول x مربع ناقص واحد نجعلها تساوي الصفر، إذا قلت هكذا لا تساوي الصفر، كيف نفعل؟ لو نأتي بهذا إلى هذا الطرف، تصبح x مربع لا يساوي ماذا؟ لا يساوي الناقص، لا يساوي الواحد، يصبح x لا يساوي واحد أو x لا يساوي ناقص واحد. نعم، لأنها عبارة من الدرجة الثانية تساوي قيمة موجبة، يا إما تساوي جذره أو ناقص جذره، يعني بهذه البساطة. إذا هذه القيمة أبنائي عند ماذا تنعدم؟ تابعوا، لنأتي بوضع جدول الإشارة حتى تتعلموا كيف. لاحظوا جيدا، هنا عندنا x تنعدم، عندنا هنا القيمة المطلقة لـ x مربع ناقص واحد، تابعوا جيدا، تنعدم هذه العبارة عند الناقص واحد وعند الواحد، ركزوا معي جيدا حتى تتعلموا هكذا. إلا أنه إلا هنا الناقص ما لا نهاية والزائد ما لا نهاية، هذه لا جدال،
هذه دائما تكون. لاحظوا جيدا، لو كانت بدون قيمة مطلقة نقول هنا نفس نفس وهنا عكس، لكن أبنائي لما سبقت بالقيمة المطلقة، والقيمة المطلقة تقول ما بداخل القيمة المطلقة، دائما هذه القيمة، هذا الأمر يعطيكم قيمة موجبة، إذن تصبح هكذا. ونحن قلنا أكبر أو يساوي الصفر، أكبر أو يساوي الصفر، يعني ماذا تصبح مجموعة التعريف لهذه الحالة؟ تصبح يعني منطلقة من هنا إلى غاية هنا، يعني تصبح الحالة الرابعة مجموعة التعريف DF تساوي R، كل الأعداد الحقيقية تحقق، وخذوا أي رقم تريدون. الآن فيكم من يقول يا أستاذ وإن وجدت هذه العبارة نفسها إلا أنها وجدت في المقام، وجدت يعني هكذا تعلم، وجدت عندنا F لX تساوي لنا مثلا واحد على نفس العبارة هكذا، قيمة مطلقة لX مربع ناقص واحد هكذا، مثل ما هو هنا، مثل ما هو موجود في هذه العبارة. كيف هنا بما أن القيمة، بما أن لاحظوا جذر، قلنا نقول أولا بما أنه تضع في تقع في المقام، نقول المقام يقول ما في موجود في المقام، عفوا ما موجود في المقام هكذا يكون لا يساوي الصفر، هذا الشرط الأول، نتحدث عن الحالة الرابعة عشر. وبما أن الدالة جذرية، الجذرية تقول ما بداخل الجذر أكبر أو يساوي الصفر، لكن لاحظوا هنا هذه قلنا معرفة على R، هذه قلنا معرفة على R، إلا أنه يعني يجوز أن تنعدم، ولكن بما أن المقام يعني لا تنعدم، إذا تصبح مجموعة التعريف أبنائي في هذه الحالة اللي هي الحالة الرابعة عشر تصبح DF تساوي R ما عدا القيم التي تعدمها هي الواحد والناقص واحد، هذه هي مجموعة التعريف الدالة الرابعة عشر بهذه البساطة. نأتي الآن إلى المثال الآخر اللي هو المثال المثال الخامس نفسه، هذه تصبح أبنائي معرفة على R، لماذا؟ لأن هي في الأصل تنعدم عند ماذا؟ هذا الذي بالداخل ينعدم عند خمسة، خمسة ناقص خمسة تساوي لنا الصفر، الصفر أكبر أو يساوي الصفر، وبما أنها مربعة إذا مجموعة التعريف هذه العبارة نفسها تبدأ R. نأتي الآن إلى المثال الذي بعده هو المثال السادس. مثال السادس نقول x ناقص واحد بقيمة مطلقة ناقص خمسة أكبر أو يساوي الصفر، ماذا نفعل أبنائي؟ نأتي بهذا إلى هذا الحد تصبح x ناقص واحد هكذا بقيمة مطلقة أكبر أو يساوي خمسة، أكبر أو يساوي خمسة بنفس القاعدة أبنائي. هنا بما أن يوجد قيمة مطلقة هكذا، ماذا نفعل؟ نجعل هكذا ونقول هنا الصفر، عند ماذا تنعدم هذه القيمة؟ تنعدم عند الواحد، ها هو الواحد، هذه نعد من هنا من هذه الجهة بخمس مرات، يعني هكذا مثل ما فعلنا في الدرس الذي من قبل. إذا قلت هنا اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، لأن قلت نعد خمس مرات من هنا من هذا المكان إلى هنا، يجب أن نجد خمس تدريجات، صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وقعت عند الستة، ونعد كذلك من هنا خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذا صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يصبح صفر ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة. وهنا يعني هذه حلول المعادلة إن وجدت هكذا، x ناقص واحد بقيمة مطلقة يساوي خمسة، حلولها هي الناقص أربعة وماذا؟ والناقص والستة، إلا أنه قال يجب على المسافة أن تكون أكبر، يعني لأن هذه قلت تقرأ مسافة، يعني إذا قرأناها نقول أم المسافة بين النقطة أ والنقطة أم، الأ تحدث هي الواحد والأ، أكبر أو يساوي خمسة. إذا أين تكون تلك النقطة؟ يمكن أن تكون تلك النقطة، إذا ها هي النقطة أ أولا، أين يمكن أن تكون النقطة أم حتى تكون القيمة؟ هنا الطول كم؟ خمسة، وهنا خمسة، إذا النقطة أم يجب أن تكون تتحرك مثلا هنا وهنا
هنا تكون المسافة أكبر من 5، كما كذلك يمكن أن تكون كذلك هنا حتى تكون المسافة بين الأ والآم أكبر من 5. إذا ماذا تصبح؟ تصبح دي آ في هذه الحالة أبنائي تساوي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص 4 هكذا اتحاد من 6 إلى غاية زائد ما لا نهاية. هذه هي مجموعة تعريف الدالة رقم 6. الآن نأتي كذلك إلى المثال الذي بعده، هو اللي هو المثال السابع. المثال السابع ماذا يقول المثال السابع؟ يقول ثلاث عندنا هذه الدالة بما أنها جذرية، نقول ما بداخل الجذر أكبر أو يساوي الصفر، تصبح ثلاثة ناقص قيمة مطلقة لإكس زائد اثنان هكذا تكون أكبر أو يساوي الصفر. هنا علينا ب إذا في هذه الحالة أبنائي لاحظوا مثلا ما نفعل، ما رأيكم أن ننقل مثلا هذا إلى هذا الطرف، ماذا يصبح؟ يصبح ثلاثة هكذا أكبر أو يساوي لنا إكس زائد اثنان. لاحظوا جيدا بنفس القاعدة هنا أبنائي، نقوم برسم هذا الشيء دائما، تعلموا هكذا، تتعلموا ترسموا هذا، تحلون هذه المتراجحات وهذه المعادلات بالقيمة المطلقة بقاعدة المسافات. كيف أبنائي كيف نفعل هذا؟ عند ماذا ينعدم؟ هذا ينعدم عند الناقص اثنان، نعد ناقص اثنان، ها هي الناقص اثنان، وهنا نقول أقل من تكون النقطة هذه، نعد من هنا ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، إذا ناقص اثنان، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، إذا هنا ناقص خمسة، ونعد هنا كذلك ثلاث مرات، واحد هكذا اثنان ثلاثة، هنا تعطينا الواحد. لاحظوا هو يريد منا أن تكون المسافة بين، لاحظوا إذا قلنا هذه آم تكون أقل أو تساوي لنا الثلاثة، يعني أقل أو تساوي لنا الثلاثة. كيف؟ لو جاءت هنا النقطة، ها هي النقطة آ، لاحظوا هذه هي النقطة آ، حتى تكون أقل من ثلاثة يجب أن تكون النقطة آم تتحرك في هذه القطعة من هنا إلى غاية هنا. إذا كيف نقول؟ نقول دي اف يساوي من ناقص، عفوا المجال مغلوق، من ناقص خمسة إلى غاية الواحد، إلى غاية الواحد. يمكن هذه هي مجموعة تعريف هذه الدالة رقم 7 بهذه البساطة. لو جاءت النقطة تحركت هنا لا تكون، تكون القيمة أكبر من ثلاثة، وهذا ليس هو مطلوب في هذه مجموعة التعريف. نأتي الآن إلى الحالة الثامنة. الحالة الثامنة أبنائي كيف عندنا؟ لاحظوا جيدا، لاحظوا هذه القيمة مهما كانت هي قيمة موجبة لأن قيمة مطلقة، ونضيف لها عدد موجب، إذا هذه بدون ما تتعبوا عقولكم هي R، مجموعة التعريف هي R، لأن القيمة المطلقة تجعلها موجبة كليا، تضيفون لها عدد موجب يبقى القيمة تبقى دائما موجبة. نأتي الآن إلى الحالة العاشرة. في مخلة العاشرة أبنائي لاحظوا عندنا كذلك الحالة العاشرة، هذا كيف هو؟ مهما كان هو موجب، ونضيف له عدد موجب، موجب والموجب، إذا هذه القيمة كذلك مجموعة التعريف هي R مهما كان. نأتي الآن إلى الحالة الحادي عشر. الحالة الحادي عشر عندنا هذه العبارة اللي هي إكس زائد اثنان الكل مربع ناقص واحد لا تساوي صفر، لأن المقام، بما أن أبنائي لا تساوي الصفر، تابعوا أرجوكم، ما رأيكم أن ننقل هذا إلى هذا الطرف، تصبح إكس زائد اثنان الكل مربع لا تساوي واحد، تصبح إكس زائد اثنان لا تساوي الجذر الواحد اللي هو واحد، والإكس زائد اثنان لا تساوي الناقص واحد. هنا ننقل، نقول أي ننقل هذا إلى هذا الطرف، تصبح إكس لا تساوي ماذا؟ ناقص واحد، وهنا إكس لا تساوي الناقص ثلاثة. إذا ماذا تصبح مجموعة التعريف؟ مجموعة التعريف تصبح R ما عدا الناقص ثلاثة والناقص واحد. بهذه البساطة استخرجنا مجموعة التعريف الحالة الحادي عشر. وإذا قمنا يعني بجعلها على شكل مجال أبنائي ماذا نقول؟ نقول دي اف تساوي لنا من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الناقص ثلاثة هكذا اتحاد من الناقص ثلاثة إلى غاية الناقص واحد، اتحاد من الناقص واحد إلى غاية الزائد الغني، ها هكذا مجموعة التعريف لما نحولها من هذه العبارة إلى شكل مجال، إلى شكل مجال. عندنا كذلك نأتي إلى الحالة
وأنتم دائما حتى تثبتوا أنكم على حقيقة قوموا بالتعويض، إن وجدتم توجد تعوضتم وجدتم سوف أعلموا أنكم صحيح. كذلك نأتي إلى هذا المثال x زائد 2 الكل مربع، يعني نأتي إلى نقول x زائد 2 الكل مربع لا تساوي الصفر، ننزع من هنا التربيع ومن هنا التربيع، نصبح x زائد 2 لا تساوي صفر، يعني يصبح x لا تساوي ناقص 2، تصبح df تساوي r ما عدا الناقص 2، r ما عدا الناقص 2 لأنها هي الوحيدة التي تعدم المقام. نأتي الآن إلى المثال كذلك، المثال الثالثة عشر، المثال الثالثة عشر أبنائي، بما أن هنا القيمة مطلقة كليا للمقام يعني هي لا تؤثر أصلا، يعني في هذه الحالة لا تؤثر، نقول x لو جعلناها كذا x زائد x x مربع زائد x ناقص 6 قيمة مطلقة لا تساوي صفر، هذا يعني يذهب مباشرة يعني لا يحدث معه شيء، يصبح x مربع زائد x ناقص 6 لا يساوي صفر، نحسب الدالتا b مربع ناقص 4 في أ في سي يصبح تساوينا 25، جذر دالتا يساوينا 5، يصبح إكس واحد يساوينا ناقص بي، ها هو البي اللي هو الواحد، يصبح ناقص واحد ناقص 5 على 2 أ، ناقص 6 على 2 تعطيكم ناقص 3، إكس واثنان يساوينا ناقص واحد زائد 5 على 2 وتعطينا 4 على 2 تعطينا 2. إذن القيمة التي تعدم المقام هي الناقص 3 والاثنان، تصبح دي اف يساوينا عفوا يساوينا ار ما عدا ماذا؟ ما عدا الناقص 3 والاثنان. بهذه البساطة استخرجنا مجموعة تعريف الحالة الثالثة عشر. نأتي الآن إلى الحالة الرابعة عشر. الحالة الرابعة عشر تحدثنا عليها، قلنا هي نفسها قد تحدثت عليها في الأول، قلت هي r ما عدا الناقص واحد والواحد. عندنا كذلك أبنائي الحالة الخامسة عشر. الحالة الخامسة عشر بكل بساطة ننتبه، بما أنها قيمة مطلقة دائما، قلت نقول x زائد 2 بالقيمة المطلقة ناقص، لاحظوا x زائد عفوا ناقص 4 لا يساوي الصفر، نأتي بهذا إلى هذا الطرف تصبح x زائد 2 هكذا لا يساوي، تابعوا x ناقص 4. أولا نأتي ونرسم مثل ما فعلنا في الأول، نرسم هذا المحور هكذا، ثم نأتي هكذا نقول هنا الصفر، هذه تنعدم عند ماذا؟ عند الناقص 2 ناقص 1 ناقص 2. إذا قلنا هذه كيف تقرأ هندسيا؟ تقرأ أم لا يساوي بي أم، طول أم ها هي النقطة أ وها هي النقطة بي، ها هي النقطة أم، هذه هي النقطة أم اللي هي إكس. هنا كذلك نعد ينعدم عند ماذا؟ عند الأربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذه الناقص هذه أربعة. كيف أبنائي؟ لاحظوا قال هو لا يتساوى، حتى لا تتساوى المسافتان، ها هي المنتصف، إذا قلنا هذا المنتصف هنا يساوينا هنا، حتى لا تتساوى المسافتان يجب أن يأخذ الإكس، لا يأخذ هذه القيمة فقط، يعني تصبح دي اف يساوينا ار كل الأعداد تحقق ما عدا الواحد، ونأتي هنا نعوض بالواحد، عوضوا هنا بالواحد كم؟ ثلاثة، عوضوا هنا بالواحد بقي مطلقة تعطيكم ثلاثة، يعني إذا أعطينا للمقام هذا الرقم ثلاثة أعطيناه رقم واحد سينعدم مباشرة. بهذه البساطة قد قمنا بحل هذه مجموعة التعريف، وهو تمرين شامل وهام للطلبة، لأن ليس هذه الأمور تحتاجها إلا في مجموعة التعريف، إنما تحتاجها في دراسة المشتقات وكذا وكذا وكذا. لهذا أنصح الجميع بمشاهدة هذا التمرين كي تتعلموا كل شيء أبنائي، وشكرا، وزوروا موقعنا دائما الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدا، شكرا.